أحب أولا أن أعبر عن عميق امتناني للجمعية العمومية للمحامين، فهي عدة الحاضر وآمل المستقبل. شكري وامتناني ورضائي أنها أثبتت أنها تملك إرادتها وحريتها، وأنها قادرة على التغيير حين تريد، وقد فعلت وأثبتت أن في السويداء رجالا ونساء من الأستاذات المحاميات أيضا قادرين على أن يعبروا عن إرادتهم، وقد عبروا عنها في أسلوب رائع، وأثبتوا للعالم بأسره أنه لن تضام مصر وفيها محامون. وأجمل ما عبرت عنه الجمعية العمومية للمحامين أنها أثبتت فضلا عن إرادتها ورغبتها في التغيير، أنها عبرت تعبيرا ينقل المحاماة والنقابة والمحامين إلى عهد جديد تستعيد فيه النقابة شموخها. أثبتت أنها قادرة على أن تبدأ عهدا جديدا تستعيد فيه المحاماة شموخها ونقابة المحامين دورها الذي كان وسيظل عبرة وبرجا وحصنا للحريات وللتعبير عن إرادة الأمة. ثم هي أثبتت أنها تتطلع إلى عهد جديد يكون فيه المحامون هم أصحاب الدار، هم مالكو الكلمة وما مجلس النقابة والنقيب إلا في خدمة هؤلاء المحامين والمحامين. دعوني أخبركم بأنني قد تلقيت عدة مكالمات من اتحاد المحامين العرب، اتصل بي نقيب الأردن، واتصلت بي نقيبة البحرين، واتصل بي نقيب السودان، واتصل بي نقيب الكويت، واتصل بي نائب ورئيس اتحاد المحامين في الإمارات، وتقاطرت وأمين عام اتحاد المحامين العرب والأمين العام المساعد. وقد أدهشني حقيقة أنهم وكأنهم معنا عانوا ويعانون مما عانينا منه، الله أكبر، وأنهم جميعا والله 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 أنا لا أبالغ عبروا عن فرحتهم بهذا التغيير الذي نشأ في نقابة المحامين، وعبروا عن أملهم في أننا بقيادة مصر الاتحاد نستعيد أمجاد اتحاد المحامين العرب ويتواءم كل النقابات في الوطن العربي. أحب أن أوصل رسالة قبل أن نستطرد لبعض الملفات التي أتعجل في أن نعتني بها حتى لا ينسينا أو لا ينسينا الفرح المهام الرئيسية الواجبة علينا. أول بند مد العمل، اكتبوا بقى كده، باستخراج البطاقات العلاجية إلى نهاية شهر أبريل تيسيرا على المحاميات والمحامين وعلى أسرهم. ثانيا، هذه قرارات
مراجعة الحالات المرضية العاجلة بالمستشفيات للمساهمة الفورية في علاجها. البند ثالثا سرعة من كانت النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية توفيرا للوقت والمال وللتسهيلات على الزميلات المحاميات والزملاء المحامين. ورابعا وليس أخيرا سرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورا. دعوني أقول لكم إنني وزملائي الذين شرفوني بأن أكون معهم في هذه الانتخابات صبرنا كثيرا وتحملنا كثيرا، وكان أكثر ما تحملناه الأسلوب الذي اتبع في الأيام الأخيرة للحيلولة دون إعلان النتيجة، مع أن النتيجة كانت محسومة والفارق واضح بجلاء لكل ذي عينين ولغير صاحب العينين. ومع ذلك يبدو أن طول البقاء في السلطة يصعب معه على الباقي المتترس فيها أن يقبل التغيير. حياة الأمم، صيرورة الكون قائمة على هذه الصيرورة، بكرة غير النهاردة والنهاردة غير امبارح. هذه سنة كونية، الذي لا يفهمها لا يفهم شيئا. سألني البعض ماذا لو ضم المجلس أعضاء من غير المجموعة التي شرفتني بأن أكون معها، كيف سأتعاون معهم؟ هذه النقابة ليست ميراثا لأحد ولا ملكا لأحد، ونحن لم نجئ إلى نقابة المحامين للانتقام من أحد. وعشان كده أنا ناهيت عن أي هتافات ضد النقيب السابق ولا لتصفية حسابات مع أحد. نحن نفتح صدورنا وقلوبنا بكل قيم الزمالة لنتعاون معا ونتكاتف معا ومع جميع المحامين في النهوض بالمحاماة واسترداد الروح وإعادة الدماء للشرايين التي جفت. ودعوني أحب أن أشير لكم أيضا أنه على قدر ما أتاني مكالمات من نقباء الدول العربية تعبيرا عن فرحتهم وتعبيرا عن رغبتهم في بداية عهد جديد يستعيد فيه اتحاد المحامين العرب أمجاده وتسود فيه الروح القومية حقيقة، أنني قد تلقيت مكالمات من زملاء أعزاء كانوا في القائمة الأخرى، وأبدى كل واحد منهم في اتصاله أنه يلتزم بأن يكون عضوا فاعلا وليس معرقلا انتماؤه للنقابة وللمحاماة واستعداده الكامل لأن ينضم إلينا في سبيل تحقيق الغايات الكبرى التي نسعى إليها. إذن نحن حقيقة نبدأ عهدا جديدا. هذا العهد قائم ليس شعارا وإنما على مبدأ جماعية القيادة. هذه الجماعية ليست قاصرة على النقيب والأعضاء. نعم النقيب نقيب والنقيب قائد المجموعة، ولكن كل عضو
من أعضاء المجلس له حقه الكامل في أن يفكر وأن يعبر عما انتهى إليه رأيه، وأن نتناقش ونتحاور معا لنصل إلى أفضل الحلول. ترى هل يقتصر الأمر على أعضاء المجلس؟ لا، كل محامي في بر مصر له الحق. نعم فل. طب ما انا بكمل من غير انت ما تقول لي كمل. معلش الوقفات دي فن برضه، الوقفات دي فن، انت تابعني تعرف الفن. هو بس التليفون عمال يضرب بس انا مش قادر ارد. بس صامت. ها لا خليك كده بعد مش عارف اكمل. كل محامي في بر مصر صاحب الحق المطلق في أن يفكر هو الآخر، وفي أن يكون صاحب رأي وصاحب حق في أن يبدي رأيه ليسمع في إطار مجلس النقابة، ليكون محلا للحوار ومحلا للبحث. وكيف نترفع عن هذا وأمامنا القرآن الكريم يأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام في مؤتمر صحفي. ولا كلمة من أي حد، ولا كلمة من أي حد. لازم كل حاجة تبقى محترمة وإلا هتبقى فوضى. أنا منتظر إلى أن تصمتوا أو تصمتوا الأساتذة اللي في الخلف لو سمحتم. أنا أقف لأراكم، هل ترونني؟ إنني أجتهد كيما يصل صوتي إليكم، ساعدوني على هذا. كنت أقول إن كل محام في بر مصر صاحب حق مطلق في أن يفكر وفي أن يكون صاحب رأي وأن في أن يعرض رأيه داخل نقابته ومع مجلس النقابة ليناقش. وكنت أقول أن لنا وقد آمر القرآن الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال له آمرا وشاورهم في الأمر. وكيف لنا لا نتشاور وأمامنا القرآن الكريم الحكيم يصف المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم. إذن جئنا نحمل إليكم الشورى، جئنا نحمل إليكم ملفات نحن نسعى إلى علاجها وعلى وجه السرعة دون تفريط ولا إفراط. على قمة هذه الملفات ملف العلاج وملف المعاشات. لما هما على قمة الملفات؟ لأنه المحامي والمحامية قد لا يحتاج من نقابته إلى شيء في فترة الإقبال الذي تقبل عليه فيه الدنيا ويقبل عليه الدخل، ويستغني بما يحققه عن الاحتياج إلى النقابة سواء للعلاج أو للمعاش. يعني أنا مرضت كثيرا، أنا مرضت كثيرا وأجريت العديد من العمليات الجراحية، ولكني لم آخذ من نقابة المحامين مليما واحدا. ليه؟ طالما أنني قادر على علاج نفسي أترك للنقابة ما قد يمكن أن تعالجني به لتعالج به غيري ممن يحتاج أكثر إلى العلاج وتقصر إمكانياته عن بذل سبله. فبقول بقى إن إحنا نمرة واحد ملف العلاج، لأنه ملف العلاج المريض والعاجز والغير قادر على أن يباشر علاجه. هذا الملف ملف إنساني ونقابي ووجوبي وقانوني يتصل به اتصال لزوم. ملف المعاش أيضا نفس الفكرة،
أن المحامي حينما يتقدم به العمر أو يعجز عن الاستمرار في العمل ويرغب في التقاعد هو يحتاج إلى معاش يباشر به ما بقي له من العمر ويقوم به بواجباته إزاء أسرته. ومن أعجب العجب أن يطالب المحامي الذي تجاوز 70 وبذل في المحاماة عمره بأن يقدم دليل اشتغال رغم البطاقة التي يحملها عن 20 عاما الأخيرة. ما هذا؟ ما هذا؟ طب أنا قدام حضراتكم والمحاماة مقبلة عليا، إنما وأنا حجم شغلي النهاردة زي حجم شغلي من 30 سنة؟ مش لأن أنا عجزت عن الشغل، أنا أمر طبيعي أن تتباعد الوكالات كلما يتقدم الإنسان وكلما يراعي قدرا أكبر من الاختيار إيه اللي ياخده وإيه اللي يتركه لزملائه حتى لا يستأثر بكل الصورة. يوم أجل المحامي النهاردة اللي بيعدى 70 وواصل أو أشرف على 80 أقول له أحسب له أنه تباعد التوكيلات دليل عدم ممارسة؟ هذا عبث، هذا قضاء على فكرة المعاش التي تقوم أساسا على التكافل والتساند الاجتماعي. قس على هذا، وأنا أتحدث من واقع وقائع. الملفين دول كيما يتحقق فيهما ما يجب على النقابة أن تبذله. خلي بالكم على فكرة، ودي أنا دعوة سأدعو إليها، مش بس اللغة العربية الصحيحة والنحو والصرف الصحيح، هذه هي المحاماة. لا محاماة بلا لغة، اللغة دي أساسا خلاص. معلش أنا أطلب منك أنك أنت ترتفع للغتي خلاص، لأنك إن ارتفعت إلى ما يجب عليك أن ترتفع إليه كسبتك المحاماة. خلينا نكمل للقيام بهذين الملفين يتعين، وهما يتصلان أولا بالارتفاع بمستوى العلاج والارتفاع بمستوى المعاش في صوره المختلفة، يستلزم أولا ارتفاع ميزانية النقابة. ارتفاع ميزانية النقابة يعني ارتفاع دخلها. يرتفع الدخل ازاي؟ نحن لدينا ملفات للإيرادات، عندنا الدمغات ملف مش كده، عندنا أتعاب المحاماة ملف، عندنا الرسوم. أنا هقول يا فندم والله أنا مذاكر يعني، عندنا رسوم الشهر والتوثيق باب إيرادات، عندنا ملف استعادة الأراضي التي تركت لتعود من حيث خصصت للإهمال الذي بلغ مبلغ العام في سداد أقساطها، كل ما ننجح في استرداده إضافة للإيرادات. الإيرادات مش مجرد إنعاش وضبط أيضا، يعني مثلا ملف الدمغات ممكن أن تتسرب أفرخ كاملة من الدمغات لتوزع خارج نقابة المحامين وتضيع دخولها على المحاماة وعلى النقابة وعلى المحامين. هذه إذن ملف الإيرادات أو بالأحرى ملفات الإيرادات تحتاج أولا إلى الإنعاش وتحتاج ثانيا إلى الضبط. حينما ترتفع الإيرادات يبقى هذا مؤشر إيجابي، ولكن هناك بند آخر قد تتسرب منه الإيرادات تسربا غير حميد. ليه؟ إذا ما أنفقت الإيرادات سودا للمؤتمرات والولائم والمآدب والرحلات الترفيهية وشراء الإيه الولاء إلى آخره من هذه الصور، يبقى ضبط الإنفاق مع زيادة الإيرادات ترتفع ميزانية النقابة، وحينما ترتفع تزداد قدرة النقابة إذن في توظيف آلياتها في استقامة ونزاهة في الملفين الكبار دول. هل دول بس؟ لا، ده في ملف آخر مهم جدا أنا خليته للآخر لأنه كلنا نتشارك فيه،
احنا النهارده بنلاقي كتاب في كتب تجاوزت اسمانها 500 جنيه. من يقدر على ان يقتني كل كتاب بهذا السعر؟ لا اتكلم فقط عن شباب المحامين والمحاميات، بل ان هناك من الكهول بل والشيوخ من قد يضنيه ان يبذل هذا المال لشراء كتاب او اكثر. يبقى دعم الكتاب القانوني دي مساله غايه في الاهميه. 2، توفير المكتبات. انا وقتما ان باشرت او بدات مباشره المحاماه سنه 1959 في شبين الكوم وتلا، وكانت تلا محكمه جزئيه، كانت مكتبه محكمه تلا الجزئيه عامره بمجموعه السنهوري وعامره بمجموعه كامل باشا مرسي في القانون المدني وعامرة بمجموعة علي زكي باشا العرابي الذي كان رئيسا لمجلس الشيوخ ومتخصص في الإجراءات الجنائية والعقوبات، موجود كتب أحمد أمين موجودة، أمهات الكتب عبد المنعم فرج الصدة، سليمان مرقص في المدني، وديح فرج في المدني، تسعى لهذا. كانت كل هذه الكتب موجودة في المكتبة. كان المشكلة الوحيدة اللي عندنا لم تكن قد أنشئت بعد آلات التصوير، فاضطر من يقومون على المكتبة إلى إباحة الإعارات الخارجية فتسربت الكتب وتوقف الإمداد. يبقى احنا واجب علينا أن نعيد المكتبات لتكون في متناول كل محامي ومحامية، مش كده؟ وعندنا الإيرادات إذا أحسننا استثمارها وأحسننا عدم تبديد في النفقات. عندنا في موقع موجود على الإنترنت، ولكن هذا الموقع شغال لحساب شخصي. الموقع اللي على الانترنت ده، الموقع اللي لا مش بس ولا للمحامين، لو سمحت حضرتك اتفقنا انك هتسمعني ماشي. محكمة النقض لها موقع، محكمة الاستئناف العالي لها موقع، كل كليات الحقوق كل منها لها موقع، مش عشان العميد ولا عشان رئيس الجامعة ولا عشان رئيس محكمة النقض، عشان المبادئ وأمهات الكتب والمؤلفات والمقالات الرفيعة. هذا هو حال الموقع. إذا نسترد الموقع ونعيد إلى ما يجب أن يكون عليه. هنا بقى يستطيع كل محامي يدوس على الزر، آسف على الزر دي، يطلع له الايه، يقرا بقى امهات الكتب ويقرا المقالات مجانا. ضف الى هذا انه وارد جدا انه احنا لتحقيق الشفافيه يجب ان نكون محل مراقبه من كافه المحامين في تصرفاتنا الماليه، في تصرفاتنا الماليه. حينما أعلم سلفا أن المليم الذي سأنفقه سوف يراه المحامون، فإننا سوف أتقي الشبهة إذا صح جدلا أنني راغب في التلاعب، وبالتالي تحقيق هذا أمر بالغ الأهمية في ضبط كل مسائل الماليات وتحقيق الشفوية. بدل ما بقى بنخبي الميزانيات ونخليها عشان نطلع قرار جمعية عمومية نحصن به في سرعة القرارات الخاطئة التي اتخذت، لا، أنا بتبنى أنا وزملائي إن احنا نعمل وقائع نقابية، وهذه الوقائع النقابية زي الوقائع المصرية ينشر فيها. لو حسيتك عاوز تتكلم تفضل اتكلم وأنا بطل. طيب خلاص يبقى سيبني سيد. هي دعابة بس دعابة برضو يعني. في الوقائع النقابية كل بند يصرف يتحط، وكل بند يرد يتحط. وعشان كده أنا عاوز أقول دلوقتي أنني مهمتي إلى أن ألتقي بالسادة، أنا بقول السادة برضو موظفي النقابة، سأطالب من خلال لجنة من ذات موظفي النقابة أو أصحاب المواقع الرئاسية فيها بالإضافة إلى عناصر سنتفق عليها من مجلس النقابة. ليه؟ اللي عمل حاجة بنسميها قطع الدفاتر، قطع الدفاتر. إحنا عندنا في النقابة في عهدة، يعني اللي في أوضة النقيب دي عهدة، عدد الصور دي وبعض الصور دي لها قيمة
تجاوز أي أثمان مادية. خلاص هذه عهد. عندنا كل مكاتب الموجودة، كل أجهزة التصوير، هذه عهدة. العهدة دي لازم قطع دفاتر بحيث يحصى في كل مكان إيه العهدة الموجودة النهاردة، عشان لو ثبت بكرة إن في كرسي ناقص يبقى أقول للي كان ماسكه تعالى الكرسي ده راح فين. عندنا الخزينة، الخزينة ديت حدوتة، في خزينة ماذا فيها؟ يعني الأرصدة الموجودة نقدا أو بشيكات ومستندات وسندات في الخزينة النهاردة لازم ترصد. الإيرادات التي وردت للخزينة أو محل طلب وردها تثبت، والإنفاقات المتوقعة تثبت، بحيث أن مسؤول الخزينة الذي كان يتولى هو هيتولاها برضه، مش هجيب غيره الأول. أنا هفترض أن كل واحد عاوز يشتغل معايا بذمة، هقول له أنت من النهاردة مسؤول عن الخط ده، إحنا الخط اللي قبل كده هنشوفه، إنما يبقى إحنا عارفين رأسنا من رجلينا. طبعا أنا في ذهني إزاي نحقق هذا، نحقق هذا لأن إحنا تعلمنا. أنا دخلت فترة من حياتي بعد حصولي على إجازة الحقوق سنة 59 واشتغالي بالمحاماة إلى عام 60-61، دخلت الكلية الحربية لأنضم إلى القضاء العسكري، فتعلمت فيه فنا اسمه فن قيادة الرجال. فن إيه؟ قيادة الرجال. اللي عنده هذا الفن مش لازم يعمل كل حاجة بإيده، ده يبقى إيه؟ يبقى فاشل. أن يستفيد بإمكانيات كل من يزامله وصاحب رهبة، صاحب موهبة قصدي، وصاحب قدرة، ليستخرج من لديه معظم أو أحسن ما لديه في خدمة الأداء العام. عشان كده احنا اتفقنا توافقا مبدئيا على توزيع ملفات. يعني زميلنا مثلا عبد الحفيظ الروبي، أستاذ عبد الحفيظ الروبي، لأنه كان موكل إليه في مجلس النقابة الملف الإسكان والأراضي، هو كلف الآن بأن هو يستكمل دراسة هذا الملف عشان نشوف الأراضي اللي راحت دي وكيف نستعيدها وننعش الإسكان تاني. في مثلا ملف المعاشات عهدنا برضو للزميل أو أكثر بدراسته، ملف الشباب وهكذا. يعني أنا مش بقول الأسماء دلوقتي، أنا بتحدث عن أفكار. الأستاذ نبيل عبد السلام مثلا بمسكين ملف الشباب باعتباره شباب يعني. تحقيق استقلال أو فاعلية النقابات الفرعية، يمكن أنا أفضل فاعلية عن استقلال. ليه؟ لأن احنا كلنا كيان واحد، كلنا كيان واحد متكامل. وإنما أوجد القانون النقابات الفرعية للقيام بواجبات، مش كده ولا ايه؟ وكل نقابة فرعية في دائرتها مسؤولة عن كافة الخدمات التي تبذل للمحاميات والمحامين في دائرة اختصاصها. في إطار بقى مش هيتم توجيهها يا معالي النقيب. الإطار لحظة أستاذ معالي النقيب. في إطار الاستبداد الذي جرى، حرمت النقابات الفرعية من اختصاصاتها التي يقرها ويقررها القانون ويوجبها العقل والمنطق والحياة العملية، وصار المحامي في أسوان أو في مطروح أو في أقاصي سيناء مطالبا بأن ينزل إلى القاهرة لاستخراج استمارة وختمها من نقابة المحامين العامة في القاهرة. هذا كلام أي فندم. وبالتالي هذه المركزية مركزية لشراء الولاء، وفيها إرهاق شديد للمحامي والمحاميات. عشان أبقى واضح جدا، لأنه زار كلام كثير جدا حول تنقية الجداول، قيل زعما، مش هقول كذبا، هقول زعما غير صحيح. المعنى واحد ولكن الأسلوب يختلف. زعم زعما غير صحيح أنني ضد تنقية الجداول وكذا المجلس الذي أشرف بأن أكون فيه. هذا اتهام، افتراء كاذب وغير صحيح. نحن جميعا مع تنقية الجداول، ووجوب تنقية الجداول
ولكن تنقية الجدول طبقا للقانون، مش بالعافية والعضلات وشراء الولاءات وتعذيب المحامين. كل حاجة لها معايير، وهذه المعايير تطبق ليكون القرار الذي يصدر قرارا مسؤولا يقوم على أسباب، بحيث ان احنا نطمئن الى عدالة القرار لمن يثبت في حقه او حقها انه او انها غير ممارس. هنا اثبات عدم الممارسة ما هوش عنجهية وعافية. اذا ثبتت الممارسة على العين وعلى الراس، اذا ثبتت عدم الممارسة يبقى هناك لجنة ستشكل لتبحث وتنتهي الى القرار، وقرار مسبب. ليه كمان مسبب؟ مش بس لاتقاء الظلم، وانما ايضا لتحصين القرار، لانه امر وارد ان كل من صدر بشأنه قرار لا يرضيه يرغب في ان يرفع امره الى القضاء. فاذا كان القرار خال من السبب او معدوم السبب او واهي السبب، اعطيت للشخص او الشخصة الفرصة في ان يحصل على حكم من القضاء الاداري بالغاء الايه القرار وتحميل النقابة بالتعويض. وهذا هو ما حدث في الاف الحالات، وتم اخفاء هذا في الخطاب الايه الغير صحيح الذي كان يوجه الى المحامين. هناك الاف من الاحكام صدرت لصالح زملاء وزميلات وواجبة النفاذ، ولم يجد يعني المجلس السابق او من يدير المجلس السابق او من يتحكم في المجلس السابق الا حاجة واحدة بس، يرفع دعوة دستورية محكوم عليها بالفشل، وقال هذا تقرير مفوضي للمحكمة الدستورية العليا بامل ان يوقف مؤقتا تنفيذ هذه الاحكام. الاحكام دي صدرت لسوء استخدام هذا السلاح وصدور قرارات اما ظالمة ظلما فاحشا او خالية من بيان السبب، حتى في الحالات التي فيها يقوم القرار على سند من الواقع ولكن القرار أخطأ حصر أو إبداء أو بيان هذه الأسباب. عشان كده ما يبقاش بقى الـ 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 القرار في إيد النقيب بس، لا ده لازم يبقى في لجنة محايدة مشكلة من المحامين أصحاب القدرة والكفاءة والاستقامة والإخلاص علشان القرارات تطلع مظبوطة. يبقى نحن مع ايه؟ تنقية الجدول، وإلا تبقى الدنيا سداح مداح. هناك أشياء كثيرة. عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة، عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة. الفقيه هو النقيب. أنا شاكر وعاوز أقول لكم المشروعات التي في قلبي وفي قلب زملائي عديدة جدا، ولدينا طموح وآمال كبار في النهضة بالمحاماة وإعادة الصورة البراقة التي كانت للمحامي وللمحاماة وإعادة الشموخ إلى نقابة المحامين. عاشت نقابة المحامين.